السلام عليكم البنات، كيف نتوما؟ لاباس؟ على خير. اليوم جبنا لكم طريقة جديدة ديال الخبز المعمرة ديال الفران. كتعبي البصلة، الحيمة مقطعة طريفات ديال العجل ماشي الحولي، بيضات مقطعين، معدنوس، فلفلة حارة على حسب الذوق، حنا كتعجبنا فلفلة حارة، التوابل الإبزار، سكينجبير، الزعفران، السكينجبير هو الخرقوم والملح، فلفل غبرة كيعبي الزيت. يلا تبعوا معنا، يلا على بركة الله. كنجيب واحد الطبسيل خاوي نعملو فيها الحيمة، نجيبها كان هايدة باش متعذبش. بصلة، كاين اللي كيزيد لها ديك الشحيمة، شحيمة مقطعة طريفات ستيكلين كدوب حتى هي كتجي مزيونة. اليوم ما عندنا شي شحيمة. معدنوس، التوابل كنعملها كاملة مع بعضها، الزيت كنعمل كاس كامل، ياك كاس كامل الزيت. عاد كيتخلط كلشي مع بعضه، خلطتي بيدك حسان؟ لا كيجي مقلد حتى هو، طريقة رائعة، طريقة مولاي علي الشريف. ناس مولاي علي الشريف وملي عرفو هادي كيقولو لها المدفونة، كيعدلوها وكيدفنوها وكطيب كطيب غزالة. نتمنى نكونوا خفافين على قلبكم ماشي تقالين. كتخلطها بالزيت حتى كتجانس كلشي مع بعض، يعني هيدا تلقى واحد الريحه غزاله كتشهي. نعمل في الفلافل، نسى حاطه باش تطلع في الحيمه. ماشي ضروري يا شوف الحرة اللي كيبغيها، ما عاد عندها شي في الخبيزات كاملين، عاد عندها غير في جوج ولا طبقات ما تعملهاش. بعد ما خلطت الخبيزه الحشوه مزيان، هي تخلطت مزيان، احنا غندوزو للعجينه. العجينه عاديه ياك، شنو كتعبي؟ ميرة وملح وطحين والماء باش تجمعو. طحين تزرع، طاسة تزرع، طاسة طاسة تفينة، طاسة تزرع، طاسة تفينة. باش تعمل طاسة، كيما كتشوفو طلقت العجينة هيدا. يلا
فلفله حاره نتذوق بها من الفوق. العجينة كتطلق غير بالزيت لا طحين لا والو. هاديها الصينية خليها ترتاح، بصح ملي كتجي تحشيها في الفران عاد كتزيد الكارصة باش كتجي رقيقة. كيفاش كتجي ندوز العجينة التانية؟ الحشوة كدوزنا باش كتجيها قد غطيتها، كتجي نيشان الحشوة وحتى العجينة عندها موزونة باش كتجي قد قد. شفتي في الكهربا اللي عندنا؟ شفتي في الكهربا ان شاء الله اللي يجربهم يكتب لنا التجربه ديالو معاهم كيف جاوه. يلا حنا نقوزو حتى تخمر شويه وديك الساعه تفرجوا معاكم. ها هي ملي قرصاتها غنوريكم الثانيه حتى زبقتني قرصت وانا ما فتحتش نصور. ها هي هذه اللي حررش مازال كيف تحرين. بعد كدمى شويه في طاسه فلفل غبره والزيت وشويه د هذا شنو اسمه سوداني باش كد تزوق بها. كتجي رائعه. من بعد كتقسمها بالموس ولا بالمقاس اللي دابا كتسمى تبارك الله عائليه. ها هي نجيبكم من هنايا فوق الطبلة. هي تقرصات ورجعت رقيقة كما كتشوفوا، رجعت غزالة. اللي غنقربو نحشيو غير الفران عاد نفتح معاكم باش تشوفوا. احنا حشيناهم في الفران اللي غيطيبو غنرجعو معاكم باش تشوفوهم كيفاش كيجيو. الطريقه النهائيه ديالهم كيف كيجيو، كيجيو مزيونين بزاف ولذادين. يلا خرجت من الفران هذه اللي حررش متبح فليفله حاره من الفوق. هنا غنقطعهم ونوريكم عاوتاني النهايه ديالهم.
انتما كيفاش كتشوفوا ها الطريقه النهائيه ديالهم. انا قطعتهم درت لهم التبصيل باش نقدمهم ان شاء الله. هما كيفاش كيجيو فتين عرفتي في الغزلان كيجيو عامرين عامرين باللحيمه عامرين بكلشي كيجيو مزيونين بزاف. ايوا بصحتكم وراحتكم ما تنساوش تابوناو معنا فلاشين يوتيوب وشكرا بزاف. احنا قدمناهم في الطبلة وبصحتكم وراحتكم الى الملتقى ان شاء الله. السلام عليكم.